والله العظيم بلدية ماكو، يعني هي وضعية صارنا عمر استلموا البلدية، استلموا كله فساد بالله العظيم، بس بوق وش اسمه يومية جاي، هاي كلها بواري مصروفة فلوسها. هاي شوفها هاي، ها هي وضعية هي 2020 احنا. تصور المال. هاي وضعية بالحظ والبخت، تدس علي واحد شريف نزيع بالقاسم كلها، نسولف على القاسم كلها مو على هاي. يلا هاك شوف هاي الوضعية، هاي وضعية وادم وادم، طبوا الماي لبيوته. صديق والله انتم تسولفون عمي. خدمات ماكو. هاي ريم بس بالتفليش. فليش شكاوي بالمحكمة. شوف والله هاي وضعية وادم هاي. هاي بشر حيوانات ما تعيش بيها هاي بالله العظيم. بس عمي الوادم ساكتة بالله العظيم، اهل القاسم ساكتين، واللي يطلع مظاهرات يردوه. ماكو مظاهرات، كل احزاب. لا اللي يطلع مظاهرات يردوها للقاسم، ما ادري شنو السالفه. كل من مستفاد المستفاد مستفاد، ولا الروس الكبار يطلع مظاهرات يردوه. ذاك اليوم من المدرسه مو ردوهم، كان علي من طالعين مو على هاي الوضعيه. كان علي من طالعين، احنا نريد ان مكان زين نقعد بيه. والله ملينا، الله اكبر عليكم. لا شارع لا خدمات لا شيء، يعني مرض بالولايه مرض صار.